الكرنفال المصري الجميل ده. الكرنفال المصري النهارده مش مصري بس على فكره، مصري وامريكان وجاليات عربيه وجاليات اجنبيه كلهم النهارده بياكدوا حد من الجاليات بياكدوا على رفضهم للارهاب القطري، بياكدوا على ضروره تصدي المجتمع الدولي لقطر في دعمها وتمويل الارهاب، بياكدوا على ان النهارده ما يصحش الامم المتحده تستقبل ارهابي على ارض الامم المتحده وعلى ارض المفروض انها ارض الحريات. احنا النهارده بنعترض كلنا على ان قطر يبقى ليها دور وهي اللي بتذبح المدنيين الابرياء وهي اللي بتؤدي الى كثير من الجرائم وكثير من الحروب. النهارده احنا بنطالب المجتمع الدولي وبنطالب الرئيس ترامب اللي هو رئيس الدوله اللي على ارضها مقر الامم المتحده انه يتخذ اجراءات كفيله بمعاقبه المعتدي الارهابي تميم. احنا النهارده قدمنا بلاغ منذ قليل بتوقيف تميم على ارض امريكا واتخاذ الاجراءات القانونيه ضده لانه ارتكب جرائم ضد الانسانيه، وهذا الاجراء بيقدم ايضا للمدعي العام الامريكي اليوم الفيدرالي لاتخاذ الاجراءات ضد امير قطر على ما اقترفه من جرائم ضد الانسانيه، ضد الابرياء، ضد كثير من ابنائنا في سوريا وليبيا والعراق واليمن ومصر والعريش. على وجه الخصوص دماءنا لن نتركها هدر، كما قال الرئيس السيسي ايضا عن مصر انه لن يترك دماءنا كشهدائنا وكابنائنا اللي راحوا ضحيه الارهاب القطري. وكذلك العالم اليوم بيطالب بالقصاص من قطر وبيأكد انه مش هيترك دماء ابنائه. برشلونه بتتخذ الاجراءات الجنائيه النهارده ضد قطر لوقوفها خلف حادث الداعش الشهير. فرنسا بروكسل كثير من دول العالم حتى لندن بدأت أصابع الاتهام تشير بقوة إلى قطر ودروعها في الحوادث الإرهابية. لذلك سوف نكون خلف كل من يحمل لواء الحق وينتقم ويقتص من العدو الإرهابي الذي راحت ضحيته ملايين الأبرياء. شكرا لحضرتك. بنأكد هذا المعنى وبنأكد لحضرتك أن مصر إن شاء الله سوف تكون أول الدول الداعمة ومعها الإمارات والسعودية والبحرين والدول العربية حتى تشاد. حتى السودان لم تترك دولة أبدا قطر تفلت بجريمتها أبدا، سنتعاقبها في كل مكان وفي كل العواصم حتى يتم القصاص لجميع الشهداء.